أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة وارثة. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا وارث آدم صفة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد النبي بالله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا سار الله وابن سار البدر المطور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتيك اليقين. فلن الله أمة قتلتك ولن الله أمة ظلمتك ولن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به يا مولاي يا أبا عبد الله. أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخات والأرحام المطهرات. لم تناجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلاه ما تيسيا بها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي والرزي والزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك وكلمة التقوى وعلام الهدى والقربى والبسكى والحجة الحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم أمري وقلبي لقلبكم سلم أمري لأمركم متابع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم.